في كاتدرائية البشارة بالكريملين، بوتين يحتفل وحيداً بعيد الميلاد بدلاً من الانضمام إلى الحاضرين. لأول مرة منذ سنوات عديدة، بوتين يراقب عيد الميلاد في كاتدرائية البشارة، وهي إحدى أقدم كاتدرائيات موسكو. بعدما كان يصلي وسط جمهور غفير وحضور أمني مكثف، قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي كان مختلفاً هذه المرة على خلفية الهجوم الروسي المستمر في أوكرانيا. بوتين وقف بمفرده في منتصف الليل، وكان المصلي الوحيد داخل الكاتدرائية، بينما أقام قساوسة أرثوذكس المراسم حاملين شموعاً طويلة في كنيسة الكريملين أثناء الاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي. في السنوات السابقة كان بوتين يحضر عادة قداس عيد الميلاد الأرثوذكسي في ضواحي موسكو.